أهلا بكم على قناة مرجانة فن. وصفة اليوم عرايش مالحين باللحم المفروم بالكفتة. أتمنى يعجبوكم. شوفوا الوصفة مع بعض. في مقلاة نحط القليل من زيت الزيتون أو أي زيت متوفر عندك. نضيف إليه البصل ونشوح البصل مدة دقيقة تقريبا، ثم نضيف اللحم المفروم مع التقليب. نضيف رشة فلفل أسود، ملعقة صغيرة كمون وملح. قلب اللحم مع التوابل حتى يطيب اللحم، ثم نضيف صلصة الطماطم مع التقليب المستمر. مع الأخير نضيف الزيتون الأخضر المقطع والمعدنوس أي البقدونس. نضع الحشو جانبا حتى يبرد. ننتقل للمرحلة الثانية، نأخذ عجينة المملحات. الوصفة تجدونها آخر الفيديو، وأيضا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. نفتحها بالحلال ونشكلها أقراص. ثم نحشي هذه الأقراص باللحم المفروم بهذا الشكل. نبدأ نشكلها بهذه الطريقة الموضحة بالفيديو باش تشكلكم شكل العرايش المتعارف عليه. إذا نمسك الأطراف ثم نلاقيهم في الوسط بهذه الطريقة، ثم نغلف الجوانب ونحاول نفرد الحشو بالأطراف كما هو موضح أمامكم. نقوم بهذه العملية مع كل الحبات، ثم نضعها جانبا على ورق الزبدة، ثم ندخلها للفرن على 180 درجة مئوية مدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تحمر. بعد ما يطيبوا العرايش وهما سخونين، نأخذ جبن البرجر ونغطيهم من فوق باش يدوب فوقهم وهما سخونين. نقص الأطراف الزائدة بالسكين. ملاحظة هنا، إذا بردت حبات العرايش دخليهم للفرن ساخن ومطفي حتى تتماسك الجبن فوقهم ويلتصق، ثم نزينها بالمعدنوس أو كما تفضلين. كانت هذه هي وصفتنا، سهلة جدا ولذيذة الصراحة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتلقوني على السوشيال ميديا دائما، الروابط أسفل بصندوق الوصف. شوفكم في وصفة جديدة وإلى اللقاء.